السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. اليوم عندنا طريقة بسيطة ويسيرة لتحميل صور من الاستوديو إلى السناب الخاص فينا أو ستوري بمعنى آخر. طريقة سهلة وبسيطة ويسيرة، عليك بس اتباع الخطوات التالية. الخطوة الأولى نروح على قائمة الاستوديو، أي صورة أنت تحب تنزلها تختار أي صورة. مثلا انا هختار هذه الصورة، نضغط عليها لما تجينا علامة الصح. وعندنا على يسار الشاشة في عندنا 3 نقاط، هنضغط عليها بهذا الشكل. عندنا هتجينا قائمة ثانية، هنختار اول خيار اللي هو نسخ الى البوم. هيجينا خيارات، قائمة خيارات ثانية، ايضا نختار منها نسخ الى البوم سناب شات، هتحصلها في الوسط موجود عندك. خلاص كده الآن تم النسخ. الآن الخطوة الثانية هنروح على قائمة السناب تبعنا أو على السناب تبعنا، هنروح على الإعدادات أو الضبط على يمين الشاشة. لما تنزل الباركود تبعك أو الحساب تبعك، هننزل على قائمة الذكريات. قائمة الذكريات كمان تجدها في الوسط، هنضغط عليها. هيكون عندنا قائمة بهذا الشكل، هنختار استيراد سناب من ألبوم الكاميرا، هنضغط عليه بهذا الشكل. هتجينا الصورة اللي نحن نسخناها على يسار الشاشة أول وحدة. خلاص نصير نختار عليها، هتجينا علامة الصح. هنكتب في الأسفل مكتوب استيراد 1 سناب، هنضغط عليه. خلاص كذا الآن الصورة صارت جاهزة في قائمة الذكريات عندنا في أسفل مكان ما نحط مكان التصوير. يعني نرجع على السناب تبعنا، على القائمة تبعنا، نخرج أول شيء، نرجع مرة ثانية. خلاص الآن ندخل، هنحصل الآن السناب تبعنا موجود بهذا الشكل في ألبوم الكاميرا، هنضغط عليه. الآن إذا حبيت أتعدل عليه أدل عليه بهذا الشكل، نعدل عليه. مثلا إذا حبيت تكتب أي شيء، مثلا بهذا الشكل، أو أي كتاب أنت تحبها لما تكتب عليها ممكن أنك تحط عليها صور، تحط عليها أي شيء ثاني مثلا هكذا. خلاص تصير نرسلها على قصتي أو ستوري، ترسل معنا. وبكده نكون انتهينا من إرسال مقطع أو صورة على السناب تبعنا من دون أي إطار ومن دون كتابة منذ. أنا جربت هذا الشيء وموجود عندي في السناب تبعي برنامج يعني طيب. لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.